يعني ما زال له حظوظ في المجموعة هذه في المركز الثاني؟ والله احنا يمكن تكلمنا في نقطة مهمة ذكرناها، الاختيارات والعناصر الموجودة في الشارجة. أنا أشوف على المستوى الآسيوي الشارجة محتاج كان عناصر أكثر، خاصة على خط الدفاع، لأنها نقطة فعلا مهمة. أنا وجهة نظري أشوف أن الأجانب بالنسبة للشارجة محتاج لمدافع أكثر خبرة، خاصة البطولات مثل هذه. شيء ثاني، كوزمان يمكن سوى عملية التدوير، بس يمكن يكون أخطأ في عملية التدوير. هو حق، لأن كل مدرب سوى عملية التدوير، لأن البطولة قوية، بطولة مكثفة مثل ما قلنا، في شهر صعب جدا ان تتاقلم اللعيبه كلهم يتاقلمون. فهو ممكن بس دائما الخطا يكون في معلومات بسيطه وفي جزئيات بسيطه، فهذا وارد، يعني المدرب ممكن يكون وارد. لكن لو شفنا البدايات لفريق الشارجه في بدايه المباراه، الفريق ما كان سيء، لكن كان في عدم تركيز، وخاصه في الخط الخلفي وكور ثابته، فالخطا كان من هناك اكثر. بالضبط وين اليوم؟ يعني في اربع مباريات الشارجه، يعني وين مشكله الشارجه بالضبط؟ والله الشارجة فنيا في المباريات الأربع كان يعني ظهوره متماسك وشكله جيد، من أفضل الفرق يعني صراحة الإماراتية المشاركة. ولكن أنت اليوم كوزمن صرح فيما قبل أن مباراتنا مع الريان تعتبر نهائي، وأنا عارف الفائز من هالمباراة هو اللي يصعد. ولكن مثل ما أنت شفت اليوم الشارجة صعب على نفس المهمة. اليوم الشارجة حتى لو فاز في المبارتين راح يوصل 10 نقاط. أخوي جمال، أنت اليوم العشر نقاط ما راح تشفع لك ولا راح تضمن لك الصعود كذلك. ليش؟ قياسا على المجموعات الأخرى، في فرق إذا أنت تفكر تطلع أفضل ثاني، في فرق راح توصل، ممكن توصل 11 نقطة 12 نقطة كأفضل ثاني، فحتى العشر نقاط ما راح تشفع لك. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت اليوم الأمر أصبح مش بيدك، أنت مطالب بست نقاط، وكذلك تنتظر تعثر الريان. صحيح. فالموضوع اصبح صعب صراحه، يعني الشارجه فقد الفرصه. احنا ما نقول فقط، لا، لا زال الامل موجود، ولكن بنسبه ضئيله. نعم.